إضاءات على كلمات من شعر المؤسس. قال الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله: أرى من صروف الدهر ما كدر الصفا، وجفن سهر بالنوم ما هو بذايل. صروف في اللغة صرف الدهر حدثانه ونوائبه وشدائده، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس، أي يقلبهم ويرددهم ويصرف الأشياء عن وجوهها. وقد وردت هذه الكلمة في الشعر إذ قال عنترة: دهتني صروف الدهر وانتشب الغدر، ومن ذا الذي في الناس يصفو له الدهر، وكم طرقتني نكبة بعد نكبة ففرجتها عني وما مسني ضرّ.